نعم مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا لكادرنا في جولة التفاعل بخصوص زميل ماجد الأسدي على هذه التعليق أو التعليقات اللي والآراء اللي أخذها من جمع يعني وثلة من الأخوة، وكذلك جميع يعني ما علقوا عليه في جانب معين، وممكن هنالك جوانب يعني أخرى يتناولها هذا الموضوع، وهو لماذا يبدو الناس أصغر أو أكبر سنا. يا عباس، يعني هنالك تعليقات كثيرة أتت أو آراء بأنه على موضوع الجينات أو يعني ظروف الحياة، ولكن هنالك شيء أكبر بأنه الشاهد إنسان صغير بالعمر ولكنه كبير بعقله، كبير بعطائه، تصرفاته، وهنالك العكس. البيئة أستاذ مالك تلعب دور كبير جدا، وهو السؤال بحد ذاته هو يحتمل أكثر من وجه. أحسنت. فإذا قلت الجانب النفسي فأنت صادق، لكن في أي محورية يكون؟ إذا قلت الجانب الروحي له تأثير، إذا قلت الجانب البيولوجي هو له تأثير، إذا قلت الجانب العلمي كذلك. وذلك يعني أتخطر أن هناك كتاب ذكر في مقدمته هذا الأساس وصناع النجاح، فكان يتكلم في بداية أنه لو جئت بعشرة أطفال ووضعت طفل في عند أطباء وطفل عند مهندسين، وبالتالي كل واحد راح يكون ونجحت هذه التجربة بنسبة جدا عالية. لكن فيما يتعلق بحدود هذا السؤال، هو هناك نقطة يعني جدا مهمة وجدا عالية، أنه أحيانا المعايير تقتضي ظروف بيئية معينة، فتشوف إنسان مثلاً أكبر من عمره أو أكبر من سن الحال المناسب إليه علماً. بسبب ماذا؟ بسبب البيئة التي عاش بها. أحسنت. التي احتوت على المعرفة والعلمية الهائلة. هذا لا يرى إلا العلوم والمعارف، إلا لباقة الحوار، إلا أسلوب الدقة، إلا كل هذه التفاصيل. وأحياناً تجد لا، تجد الظروف النفسية هي تعطي جانب معاكس وجانب مغاير آخر. أحسنت عباس. عندنا بعض التعليقات اللي يعني ما يسمح به وقت يعني البرنامج ان ناخذه. عندنا محمود مهدي يقول اذا شكلك الخارجي اصغر من عمرك الحقيقي دليل على قوتك الداخليه وقدرتها على مجابهه قسوه الحياه، طيبه القلب ونقاء الانسان. جميل. عبد الزهرة يقول يعني بعض الصغار يكون عقله اكبر من عمره فيدهش الناس بكلامه وذكائه، والبعض يكون عقله أصغر من عمره يتهم الناس بالغباء وغير ذلك. أما أم علي تقول إغراق الإنسان نفسه بهموم الحياة والتكالب عليه ينعكس سلبا عليه ويجعله أكبر من عمره، وقد يكون أسرع أقرانه يعني بإصابته بالأمراض. كذلك يعني هواي تعليقات جتنا اليوم، وكذلك محسن العراقي يقول فعلا كم من كبير وعقله او عقله فارق، وكم من صغير وعقله بارع. عمال حاج عبد الكريم الخفاجي يقول الوراثه والصحه تؤثر على الشكل الخارجي المورفولوجي، فيبدو الشكل اصغر من الحقيقي، والايمان والثقافه تؤثر على العقل فيبدو جميل. اكبر من الحقيقي. جميل. ولذا أنا في هذه المواضيع دروس وعبر كثيرة، فتجد الإمام جواد كان في صغر سنه بارعا وعالما ورائدا، وقد قاد أمة بذلك الوقت. ولنا من العلماء ابن سينا كان صغير السن وترك ما ترك من إرث يدرس اليوم عند العرب وعند الغرب. ولك في ذلك من المعاصرين محمد السيد محمد باقر الصدر عندما كتب كتاب فلسفتنا واقتصادنا وفي عمر 20 سنة. سادتي الكرام، في ختام هذا الصباح دائما وأبدا نقول التفاؤل بالخير هو أساس كل الخير. مهما مرت بنا الأيام فإننا في كنف الله ورعايته، وهذا ما أجمل ما يمكن أن نقوله لكم في هذا الصباح. دمتم طيبون في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.